ثلاثة اللي هو ايش قد ثمن واحد على ثمانية ايش قد احتمالية في اوف اكس 2 ايش قد اكس 2 ايش قد واحد ناقص ثمن قد يساوي لنا سبعة على ثمانية مو؟ ايه صح صح بس الخطوة اللي وراها شو اسوي؟ ندخلهم بالقانون اي يعني راح نضرب ثمن في البوينت 8 وفي البوينت 2 ونضرب السبعة على ثمانية في البوينت 2 والبوينت 8 مو؟ حتى نطلع الجوينت من طلعت الجوينت شو اقدر استخرج؟ اقدر استخرج السيستم ما طلعناه اللي هو هذا بس اطلع الجوينت هذا راسا نعرف زين هذا اللوسز احتاج جوينت واحتاج الكونديشنال مالتي شلون استخرجه؟ هاي واحد سؤال والسؤال الاول هسه اريد الجوينت تطلعوا لي اياه كقيمه رياضيه ايش قد يطلع الجوينت ال اتش اوف اكس فارزه واي من يستخرج لي اياه اول واحد فابتدوا لي هسه السيستم انتروبي تسمعوني الكل لواء البقيه كلكم تسمعون نعم دكتور احد طلع ناتج لحد الان اريد اتش اوف اكس فارزه واي ايش قد كقيمه اريد اشيك حلي انا حلو وطوني الناتج قد السيستم انتروبي probability ايش قد عناصر الصف الاول كماتريكس ردوا لي الصف الاول ايش قد والصف الثاني ايش قد نشوف طلعتوها صحيح لو لا احد استخرج بي اوف اكس واي لحد الان اي دكتور ايش قد رد لي الصف الاول هو 1 2 5 هو 8 7 5 الصف الثاني بالعكس الصف الاول ايش قد هو 1 2 5 اللي هو الثمن لا مو احنا راح نضرب في ثمن البوينت 8 راح تضربها في ثمن فهمتني ايش قد يطلع والبوينت 2 هم تضربها في ثمن نسيت والجو الصف الجو البوينت 2 وبوينت 8 يعني هسه هذا الصف الاول هذا الصف الاول تضرب فيه ثمن الصف الثاني تضرب فيه ثمن في 7 على 8 بالضبط دكتور هذا يطلع جوينت زين هذا يطلع جوينت قد الجوينت هسه بس اثبت الارقام المساحة المشتركة بيناتهم اثنيناتهم سميتها IXY اللي هي الترانسفورميشن فهسا أريد تشكلوا لي ذن الدوائر جمع وطرح وتقولوا لي IXY شلون أقدر أطلع IX فارزة Y من ذن الدوائر بدون حفظ قوانين وبدون ما تباعوا لي على القانون باعوا لي على الدوائر فقط من يجاوبني دكتور الجوينت ونطرح من عنده الكونديشنال جوينت وتطرح من عنده كونديشنال لا
ال h x source ناقص ال h x given y. أحسنت. بعد بعد جربوا لي h of y ناقص h of y given x. h of y ناقص h of y given x شو يعطيني؟ هسه هاي ال h of x يعطي i x y. إذا h of x ناقصا اللوسز هاي ناقصا هذا راح يعطيني هذا. وبعد h of y h of y إذا طرحنا من أجل conditional h of y given x هم راح يطلع هذا صح؟ نعم دكتور. زين أريد هسه طلعوا لي السيستم هذا السيستم من الدوائر اللي عندك. شلون أجيب هذا السيستم؟ قانوني نطلوني h of x given y ويا زائدا الجوينت. لا h of y زائد h of x given by y. احسنت. وبعد و h of x زائد h of y given by x. احسنت. زين اريد هسه h of x given y مين استخرجه؟ بس من الدوار ما تباعوا لي بقوانين. h of x given y ناقص ال i x y. لا ما فهمتوني. اريد هذا اللي اريده انا. هذا دقيقه لجيب قلم. هذا h of x given y من يجي given y زائد ال i x y يطلع لي h of x. دكتور الجوينت ناقص ال h of y. الجوينت ناقص ال h of y. احسنت. او الجوينت زين هذا شلون اجيبه؟ الجوينت ناقص ال h of x. الجوينت ناقص ال h of x. احسنت. الى هنا انا راح يعني ما اريد اخذ ماده بعد بصراحه، فراح اشيك الحضور مره اخيره. اتمنى يعني استفاديتوا من محاضره اليوم لو هي اقل من الحضور يعني كتفاعلا. شو تشوفون؟ يعني شوي اقل من الحضور. احنا انا ايش راح اسوي؟ انطيت